السلام عليكم. بسم الله، نبدأ كاملين بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع نهار اليوم رح يكون وصفة الكلوب ساندويش، وغادي نحط لكم معها وصفة الباندومي اللي نخدموا بها الكلوب ساندويش. راني حطيت لكم بضع صور من صفحتي على الانستغرام، دوك خلي لكم لو لين في صندوق الوصف نخدم فيها سكري سالي سيغ كوموند دربوط. الله ان شاء الله تعجبكم لاباج ويعجبكم المملحات اللي راني حاطتهم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. نبدا على بركه الله. بسم الله. المقادير اللي غادي نعطيهم لك خاصين بهذا المول. هذا المول فيه 34 سنتيم طول و10.5 سنتيم العرض، والارتفاع تاعه 7 سنتيم. ندخلوا في المقادير. دروك المقادير عندنا 350 غرام فارينه، 180 غرام حليب دافي، 23 غرام مارغرين دايبه، حبه بيض، مغرف كبيره خماره، مغرف صغيره ملح، زوج مغارف كبار سكر. نخلطوا الحليب مع السكر والخماره كيما هكا بالفوي، بعد نزيدوا عليهم الحبه تاع البيض، بعد نزيدوا عليهم الدهان، نخلطوهم كاع حتى يتجانسوا. ديروا داك الملح على الفارينه، خلطوا شويه بالمغرف ونديروه في العجان ينعجن، عطيه راحته في العجين. وهذه العجينه تاع الباندومي هي العجينه الوحيده اللي ما تجيش تتلصق، خاصها تكون شاده روحها. طريه وفي نفس الوقت ما تتلصقش. شوفوا كيفاش تجي طريه. نسقدوها نديروها اون بول ونديروها في البيتخان تخمر. شفتوا ما زدت لها لا فارينه لا والو، تجي حاكمه روحها، ما تلصق ما تلصق لك في يدك ما والو، تجي طريه وتجي ليس. البيتران كيما العاده نديرو فيه شويه زيت باش من بعدك العجينه ما تغبلناش كي نبغوا نقلعوها، ونغطوها بالسربيته ونخلوها تخمر على راحتها. دوك نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بعد ما خمرت العجينه نرش شويه فرينه في البلون دو طرافاي ونحطوا العجينه ونبقوا نخدموا فيها. حليها حتى اللي تدي الطول تاع المول تاعك. هنا جبت المول قسته، ايوا تبقي تلوي فيها كيما هكا كالحربوش. لوي ودركي بيه على صباعك، دركي بصباعك على العجينه باش تنقفل. طريقة سهلة وعجينة سهلة، كل شيء فيها سهل. باندومي ما يديش الوقت تاني. ونحطوه في بعد ما تكوني قرصتيه من تحت باش يتبلع، هذيك الفتحة تتبلع، حطيه في المول تاعك وقعدي تدركي عليه كيما هكا بيدك باش يدي الفورمة تاع المول. اولا بعد غطيه بالسربيته وخليه يخمر حتى اللي يضاعف حجمه يولي قد المول. عاد باش ندخلوه يطيب. هنا ما بين العجينه راهي تخمر نوجدوا الحشوه تاع الكلوب ساندويش. انا درت كميه غير صغيره غير على حساب ولادي. هذيك فيض زوج حبات بيض وقطعتهم كيما هكا صغير، دي بتي دي قطعتهم هذوك زوج حبات بيض، نزيدوا عليهم الطون
كورنيشون مقطع، مايس، وخلطي، ومن بعدك زدت عليهم المايونيز. مايونيز حسب الحاجه، ما تكثريش بيان سور باش ما تجيكش جاريه. حشوه ولا اسهل، وبنينه بزاف بزاف هاد الحشوه، توالم بزاف السلطات. هاي لا واجده، خليها تبرد. ها ولا الخبز تاعنا بعد ما خمر نديروه يطيب. الا كان عندك فور فونتيلي شعلي عليه 200 درجة وشعلي المروحة وخليه يطيب حتى يحمر. ولا كان عندك فور عادي شعلي عليه من تحت 180 درجة كي يطيب حمريه من الفوق. ها ولا الخبز تاعنا بعد ما طاب، قلعيه ديريكت من المول باش ما يعرقش، حطيه فوق شبكة ولا، وندهنه بشوية مارغارين من الفوق. جاي هبل جبنين بزاف. دهني غير بشويه تاع مارغارين باش هذاك السطح تاعه يولي طري، ما من المارغارين تعطيه قوبنين. وخليه يبرد تماما تماما باش عاد باش تبدي تقطعي فيه دي رونديل. وها ولا البان دو مي تاعنا بعد ما كان برد، شوفوا كيفاش يجي، يجي اسفنجي، يجي كيل بونج، يجي ما شاء الله خفيف. نبقى نحل فيه شرائح باش نبدا نخدم لي كلوب ساندويتش تاعنا. يجي رائع هاد البان دو مي، خير ملي تشريه من برا معمر بالمواد الحافظه وكاع، وديفوا تطيحي في ماركه مليحه وديفوا تطيحي في ماركه ماشي كاع مليحه وكاع. خدميه في دارك حاجه نقيه، تعطي لوليداتك حاجه نقيه خير. ودروك نبدو نمونطو في الكلوب ساندويتش تاعنا، نحطو كاع الصوالح قدامنا، مايونيز، الحشوه اللي خدمناها، وفرماج بلون، والخيار. ايوا الحشوه كيما تبغي، الطريقه كيما تبغي. انا هذه طريقتي في الحشوه تاعه تاع الكلوب ساندويتش، وكل وحده تكون مبدعه في دارها. وصدقوني يجي بنين بزاف هاد الكلوب ساندويتش بهاد الحشوه، جربوه البنات ما تندموش عليه. انا الخيار ندير له كيما هكا باش من بعد ما نجي نقسم البان دو مي تاعنا ولا الكلوب ساندويتش تاعنا، كي نجي نقسمه الخيار ما يغبنيش، ما يخسرليش الساندويتش. من الاحسن قطعيه بالخدمي تاع المنشار باش يتقطع لك فاسيلمون. شوفوا الكلوب ساندويتش تاعنا من الداخل كيفاش يجي، يجي شهي، يجي بنين بزاف ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي ولا اروع. وها ولين الكلوب ساندويتش تاعنا راهم واجدين. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ويكون عجبكم الفيديو.
هاوني لي كلوب ساندويتش تاعنا، حطيتهم في الضو باش يبانوا لكم غايه. ان شاء الله تكون الصوره واضحه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتكون عجبتكم الوصفه. عجبكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون. دوك نخلي لكم رابط صفحتي على الانستغرام في صندوق الوصف، نخدم فيها سكري سالي سور كوموند. ان شاء الله تعجبكم ما باج انستغرام. والى الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.